من في هذا الوجود لم يتمنى أن يزور مدينة بيت لحم؟ هذه المدينة الصغيرة المتواضعة، لكن بمجيء السيد المسيح فيها صار إلها شأن عظيم. أخي المشاهد، وإنت كمان رح يصير إلك شأن عظيم لما يجي المسيح ويولد في قلبك. ربما إحنا بين الناس نكرة، غير معروفين أو غير موجودين، ربما إمكانياتنا أقل من ناس كتيرة كتير. إحنا المكتوب عنا المزدرى وغير الموجود، وإحنا كمان مكتوب عنا خطاة، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لكن اسمع عزيز المشاهد، لما يولد المسيح في قلبك بخليك مختلف ويجعل لك قيمة ويعطيك معنى في الوجود. عندما يولد المسيح في حياتنا يجعلنا ملوك وكهنة. أنا بدعوك بأنه تطلب المسيح أنه يدخل لحياتك وقلبك، وعندها تصير لحياتك معنى وقيمة، وكمان تضمن حياتك الأبدية وتعرفه مخلص شخصي لحياتك. عزيز المشاهد، بدعوك أنك تحني راسك معي وتدعوه أنه يدخل لقلبك وتسلمه حياتك. رح تصير خليقة جديدة وتبدأ معرفتك الحقيقية لمعية الله في حياتك. بصلي من كل قلبي أنه زي ما المسيح ولد في قلبي وفي حياتي وخلى إلها قيمة وشأن ومعنى، أنه كمان يولد المسيح في قلبك أنت كمان، حتى تختبر محبة الله وغفرانه لحياتك، وحتى يخلي لحياتك قيمة وشأن ومعنى وأبدية مستمرة مع الرب إلى أبد الآبدين. آمين. وإذا كان العالم عزيز المشاهد مع كل اتساعه معطاش خالق ومكان، فهل تعطي أنت لخالقك وفاديك مكان في قلبك؟ أم أنك ما زلت بتخليه واقف خارج قلبك مستنى الدخول، يقرع بقرعات الحب من دون أن تفتح له؟ هل قلبك مشغول بسواه وعندك وقت لكل إشي إلا المسيح؟ عزيز المشاهد، ابن الله تنازل وقبل أن لا يكون له مكان على الأرض حتى يكون لك أنت مكان في السماء.